ثمة أيد لم تتوقف عن العطاء قط، لا ترهقها سطوة البذل التي تحيلها بما تملك من نوايا خالصة إلى متعة ثمة بعدها متعة. ولأن الحياة من بدايتها حتى نهايتها ما هي إلا مزيج من المواقف، ونحن لسنا سوى مواقف تمشي على الأرض. اعتدناه ينفض اليأس كما ينفض الخريف أوراق الأشجار الصفراء، هو باختصار عطاء يتنفس. عطاء بمفهومه الصحيح، فالعطاء ألا تنظر لقيمة ما ستعطي، ولكن أن تنظر إلى مقدار ما سيحدثه ومدى تأثيره. مع كلمة السيد المعطاء رئيس مجلس الأمناء معالي النائب الدكتور جمال ناجي الخضري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معالي الأستاذ الدكتور عطالله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين، حضرة الأخ الدكتور كمالين كامل شعف رئيس الجامعة الإسلامية بغزة، الأخ القائد الأسير المحرر الأخ روحي مشتهى ممثل الحركة الأسيرة، الأخ الأستاذ الدكتور وليد عامر عميد كلية الآداب رئيس المؤتمر، معالي الإخوة والأخت الوزراء رؤساء الجامعات وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والحكومية، أسرة الجامعة الإسلامية، ونخص هنا أسرة كلية الآداب، الضيوف الكرام، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الجامعة، أرحب بكم جميعا باسم مجلس الأمناء. وقبل أن أبدأ هذه الكلمة، أنا نريد بصوت واحد وكلمة واحدة أن نوجه تحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ونقف نقف جميعا ولنهتف بالروح بالدم نفديك يا أسير، 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 بالروح بالدم نفديك يا أسير. بارك الله فيكم. هذا اليوم هو يومهم، وهذا المؤتمر عقد هنا من أجلهم، فحق لنا أن نحييهم بتحية خاصة وأن نوجه لهم هذه التحية من هنا من الجامعة الإسلامية بغزة، فهم يشاهدوننا الآن وفي هذه اللحظة وعبر الفضائيات المختلفة التي تنقل هذا الاحتفال مباشرة، فنقول لهم أنتم في القلب والوجدان، أنتم تاج الرؤوس، بصبركم بصمودكم بثباتكم قهرتم المحتل وقهرتم السجان وانتصرتم عليه، فلكم كل التحية والتقدير. ونقول لهم أيضا نحن معكم وكل أبناء شعبنا الفلسطيني معكم، أنتم رغم أنكم داخل هذا المعتقل إلا أنكم رسمتم خريطة الوطن والطريق
لتحرير هذا الوطن، ورسمتم بصبركم طريق الوحدة بوثيقتكم، وثيقة الأسرى، فأنتم قادة واستبقون كذلك. ونقول لكم أيضا إن الجامعة الإسلامية بغزة وهي تقف اليوم هذا الموقف وفي هذا الحضور الكريم وفي هذه المناسبة يوم الأسير وانعقاد هذا المؤتمر الذي خصص من أجلكم والذي شارك فيه باحثون من فلسطين ودول عربية وإسلامية وأجنبية، بذلوا الكثير من أجل أن يساهموا معكم في مسيرة الصبر والصمود والثبات، ومهما قدمنا من أبحاث ومهما قدمنا من أعمال ومهما قدمنا في هذا المجال، إنما هو جزء يسير من تضحياتكم. نعم، هذا يوم الوفاء لأهل الوفاء، هذا يوم عظيم يذكر فيه كل الشعب الفلسطيني ويرى في طريق الحرية والاستقلال طريق لا بديل عنه، لكن لا بد أيضا أن يكون هناك اقتداء بأسرانا البواسل في توحدهم. وإن شاء الله تكون الأيام القادمة هي أيام توحد لكل أبناء شعبنا، وأن تثمر كل هذه الجهود المبذولة في إنهاء الانقسام والتوحد الفلسطيني، في إنهاء هذه الفترة الزمنية العصيبة على شعبنا. لا يمكن أن يستمر هذا الانقسام، ولا يمكن أن يستمر هذا الواقع الصعب. نتوحد جميعا من أجل الأسرى، من أجل القدس، من أجل قضيتنا، من أجل أهلنا، من أجل شعبنا، من أجل أن نكون أقوى في مواجهة التحديات. وكما يرى الجميع وترون جميعا، الكل مستهدف في غزة بالحصار وفي الضفة الغربية، التي من هنا أيضا نحيي كل أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني، هم أيضا مهددون بالاستيطان وبجدار الفصل العنصري وبتهويد القدس والمخططات الترحيل والتهجير لشعبنا في الداخل. إذا لابد للجميع أن يتوحد، وهي مناسبة اليوم مهمة لنؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام والتوحد الفلسطيني. هذه الوقفة اليوم للجامعة إنما هي جزء من عمل الجامعة الإسلامية، حيث أن الجامعة تعمل في مسارات ثلاث: التعليم الأكاديمي، البحث العلمي، خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والتواصل مع المجتمع والتواصل مع كل الشرائح المهمة في مجتمعنا الفلسطيني، ومن هو أهم من الأسرى الأبطال الذين لهم حق علينا أن نقوم بهذه المهمة، وهي مهمة هذا المؤتمر وهذا الدور للجامعة. ونقول أيضا أن الجامعة قدمت الكثير للمحررين من الأسرى في استقبالهم وفي فتح أبواب الجامعة لهم وفي احتضانهم وفي عقد الدورات المتخصصة التي يحتاجونها، خاصة في من حرر في صفقة وفاء الأحرار. نعم، هذا حق علينا وهذا واجب علينا، سنبقى أوفياء لأسرانا البواسل، لأسرهم، لعوائلهم، لأبنائهم. وهنا أيضا أنا أؤكد وأناشد الجميع أن يقف موقفا مهما أمام هذه القضية المحورية والمركزية والرئيسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.